بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، الحمد لله على سلامتكم جميعا. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يزول الغمة. نتكلم اليوم عن سجلات طبية 2، وصلنا لصفحة 56. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تصنيف الإحصاءات الطبية. قلنا الإحصاءات الطبية تنقسم إلى 4 مجموعات: الإحصائيات الحيوية (vital statistics) اللي بتتكلم عن المواليد والوفيات. 2، الإحصائيات المتعلقة بالمرضى (patient statistics) وبتشمل المعلومات الإدارية مثل طريقة الدخول والتأمين الصحي وتكلفة المعالجة والقسم العلاجي والطبيب المشرف. معلومات اجتماعية: العمر والجنس والمهنة والتعليم والحالة الاجتماعية. معلومات الطبية: التشخيص والفحوصات والاستشارات الطبية والالتهابات والمضاعفات والعمليات الجراحية إلى آخره. للتصنيف المجموعة الثالثة: الإحصاءات المتعلقة بقياس استخدام المستشفى utilization statistics اللي بتكلم عن عدد الزيارات، أمثلة عدد الزيارات للعيادة الخارجية، عدد الزيارات لقسم الطوارئ، عدد الفحوصات المخبرية والإشعاعية، عدد حالات الدخول وعدد حالات الخروج، تعداد يومي للمرضى. الإحصاءات المتعلقة باستخدام الأسرة مثل نسبة انشغال الأسرة ومعدل فراغ الأسرة ومعدل إقامة المريض ومعدل دوران السرير ومعدل خلو السرير وإلى آخره. المجموعة الثالثة من الإحصاءات: الإحصاءات الأمراض والعمليات. منها على سبيل المثال من إحصاءات الأمراض والعمليات عدد العمليات الجراحية، عدد العمليات القيصرية، عدد الحالات أو نسبة الأمراض المزمنة، نسبة الأمراض المعدية إلى آخره. اليوم حنتكلم عن مراحل تحضير التقارير الإحصائية في المستشفى. هناك 4 مراحل أو 5 مراحل لتحضير التقارير الإحصائية في المستشفى. المرحلة الأولى، وهذا اللي مطلوب منك بالترتيب، لما نقول سؤال اذكر او تكلم باختصار عن مراحل تحضير القرارات الإحصائية في المستشفى، بنفعش تحط النقطة الثانية قبل الاولى والنقطة الثالثة قبل الثانية، يبقى يكون بالترتيب. المرحلة الاولى اسمها مرحلة تسجيل المعلومات، وقت ايش بصير الحدث بسجله. هي عندك المعلومات الدقيقة التي تسجل، هي التي تسجل الحدث في لحظة حدوث. يبقى المعلومات اللي في المرحلة الأولى تسجيل المعلومات، وقت ايش بصير الحدث بنسجل. اليوم عندنا حالة كورونا بنسجلها، عندنا حالة انفلونزا الخنازير بنسجلها، الحالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة إلى آخره. يبقى تسجيل الأحداث، تسجيل ايش؟ الحدث في لحظة حدوثه زي ما هو. في الحالة هذه بيصمم سجل خاص اسمه سجل الحالات المعدية على سبيل المثال، اللي بيسجل فيه الحالة وقت ايش بنعرف انه هذا الحالة بوزيتيف، هذا الحالة في عنده مشكلة، عنده مرض معدي من اي نوع ما، بيسجل فيه اللي هو اسم المريض، التاريخ، ظهور الاعراض، الميكروب المسبب للمرض، الحالة المريض، تاريخ الدخول، القسم، الغرفة إلى آخره. يبقى المرحلة الأولى قلنا تسجيل المعلومات هي تسجيل الحدث في لحظة حدوثه، هذا أهم حاجة. 2، جمع المعلومات، بناخذ المعلومات اللي عندنا في الأقسام المختلفة بنجمعها اللي في السجلات وبنفرغها في نماذج محددة وفي فترات معينة يوميا. نأخذ السجل الحالات اللي في الباطن في الجراح أطفال الولادة، أو سجلات المستشفيات أندونيسي كمال عدوان الأوروبي الشفا إلى آخره، ونسجلها إيش في نماذج محددة في فترات معينة يوميا أسبوعيا شهريا إلى آخره. 3، يبقى المرحلة الأولى تسجيل المعلومات، المرحلة الثانية جمع المعلومات، ومرحلة تبويب المعلومات أي ترتيبها وعرضها
بطريقة تسهل على القارئ أو المدير فهمها واستفادة منها. مش معقول المدير يقلب كل الصفحات اللي بسجل تسجيل معلومات أو جمع المعلومات، بده في الآخر واقع واحد اللي تعرفه عن صورة الوضع بشكل مختصر ومختضب ومفهوم. فكيف احنا بنبوب المعلومات؟ بنبوبها على شكل جداول، قوائم، تقارير، رسومات بيانية، بار تشارت، باي تشارت الى اخر. بعد ما احنا بوبنا وصنفنا المعلومات، يعني مثال اخر بالمعلومات، انا باجي بحط بار تشارت الاعمدة، المعلومات اللي عندي، الحالات اللي سجلت عندي في محافظة الشمال ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى ومحافظة قنوس ومحافظة رفح، وبالقارئ او المدير او المسؤول او الوزير او مدير عام المستشفيات بتطلع له بقول اه والله اعلى نسبة حالات مرضية في المنطقة الوسطى على سبيل المثال. لما طلع في البار تشارت في رسم البياني او في المنحنى تحليل، والمرحلة الرابعة مرحلة التحليل. ايش التحليل المقصود فيه؟ دراسة التقارير والإحصائية ومقارنتها مع الإحصائيات السابقة وإحصائيات المستشفيات الأخرى. بنشوف احنا التقارير الإحصائية عام 2019 في الربع الأول من 2019 إلى الربع الأول في 2018 إلى الربع الأول في 2017، أو بنقارن مستشفى الأندونيسي بمستشفى الأقصى، بنقارن مستشفى الأقصى بمستشفى موسم النجار. يبقى بنقارن الإحصائيات حسب المدة الزمنية وحسب اللي هو المستشفيات، واخضعنا التحليل المنطقي بالوصول الى دلالات. ايش معنى في مستشفى الاندونيسي الحالات اكثر؟ ايش معنى في محافظه رفح الحالات اكثر؟ يبقى هذا في ايش؟ في لها مدلولات. وبقول المفسرين والناس المحللين الاحصائيين اللي بيشتغلوا على برامج الاس بي اس اس بربط العلاقات مع بعض، علاقه المحافظه بالمرض، علاقة العمر بالمرض، علاقة الجنس بالمرض، علاقة المبنى بالمرض، علاقة التعليم بالمرض إلى آخره، علاقة الوضع الاقتصادي بالمرض، علاقة الوضع الاجتماعي بالمرض، مواطنين، لاجئين، أغنياء، فقراء إلى آخره. المرحلة الأخيرة تحديد التقارير الإحصائية النهائية ورفعها إلى المستويات الإدارية العليا. يبقى فيها أنا عندي خمس مراحل هذول تذكر بالترتيب. يعني أنا قلت لك سؤال، المرحلة الأولى من مراحل تحضير التقارير الإحصائية المستشفى هي جمع المعلومات، تقول لي غلط. إيش المرحلة الأولى؟ تسجيل المعلومات. المرحلة الأخيرة تحضير التقارير الإحصائية النهائية ورفع المستويات الإدارية العليا. نيجي إلى صفحة 58، مكونات نظام الإحصاءات الطبية في المستشفى. نظام الإحصاءات في المستشفى بتكون من ثلاث عناصر. واحد، الإحصاءات الشهرية للأقسام التشخيصية والعلاجية. اثنين، تقرير القاع الإحصائي اليومي. ثلاثة، تحليل الإحصائي لحالات الخروج. يبقى لو احنا قلنا ما هي مكونات نظام الإحصاءات الطبية في المستشفى، ثلاث عناصر موجودة عندنا في صفحة، في أعلى صفحة 58. هنتكلم عن كل عنصر من العناصر. نيجي العنصر الأول، الإحصاءات الشهرية للأقسام التشخيصية والعلاجية. نظام الإحصاء لأقسام المستشفى التشخيصية والعلاجية بتكون من السجلات والتقارير الإحصائية. وهنا بدنا نفرق بين السجلات وبين التقارير الإحصائية. واحد، سجلات الأقسام. سجلات الأقسام إيش بتدرس؟ إيش بتحتوي؟ تحتوي على معلومات متعلقة بالخدمات التي تقدمها أقسام المستشفى للمرضى، وتسجل هذه المعلومات في سجل خاص. وتشمل سجلات هذه الأقسام نوعين، إيش النوع الأول وإيش النوع الثاني؟ يبقى سجلات الأقسام أتكلم عن إيش؟ عن معلومات تتعلق بالخدمات التي تقدمها أقسام المستشفى للمرضى. وهناك نوعين من السجلات التي الأقسام تشمل، نوعين من المعلومات، معلومات عامة ومعلومات خاصة. إيش المعلومات العامة؟ المعلومات
اللي سبق قلناها في الجلية الطبية واحد هي معلومات شخصية واجتماعية وإدارية عن المريض. هذه المعلومات العامة. رقم المسلسل المراجعة أو الفحص أو الإجراء. تاريخ الفحص. اسم المريض. فئة المريض. الرقم الطبي اللي هو رقم المريض أو رقم المستشفى. patient number, case number, record number, hospital number. كلها نفس المسميات، نفس الشيء. الجهة التي حولت المريض للفحص أو المعالجة، هل تحول من الخارجية، هل من أقسام المرضى، هل من الطوارئ، هل من المغى الصحي، هل من مستشفى آخر إلى آخره. هل أجى بالإسعاف؟ يبقى المعلومات سيادة الأقسام تحتوي على المعلومات العامة اللي هي المعلومات الإدارية والاجتماعية والشخصية عن المريض. اسم المريض، رقم هويته، عنوانه، فئة المريض، الرقم الطبي، الغرفة، سرير إلى آخره. اثنين، المعلومات الخاصة. المعلومات الخاصة، وهذه المعلومات بتختلف من سجل إلى آخر حسب إيش؟ حسب طبيعة الخدمات المقدمة في كل قسم. هل القسم بيقدم خدمات جراحية، خدمات باطنية، نساء ولادة، أطفال، أشعة، مختبر، علاج طبيعي؟ نيجي مثال على سجل المختبر. إيش بيشمل المعلومات اللي هو الخاصة؟ تتعلق بالفحص. طيب زي إيش الفحص؟ اسم الفحص، تاريخ العينة، القسم، السرير، رقم المريض إلى آخر. النتيجة بعد هيك، نتيجة الفحص. لكن سجل زي العمليات إيش بيشمل؟ اسم المريض، العملية الجراحية، تاريخ إجراء العملية الجراحية، نوع التخدير، المضاعفات اللي حصلت في العملية، طريقة ديش في وقت قاعد في العملية، وقت ايش صحي الى اخره. طيب انواع السجلات المستخدمة، نيجي نتكلم عن انواع السجلات المستخدمة. يبقى احنا حكينا عن سجلات الاقسام، قلنا فيها نوعين، معلومات عامة ومعلومات خاصة. والمعلومات الخاصة تتعلق بطبيعة الخدمات المقدمة في كل قسم. انواع السجلات المستخدمة، وقبل ما نبدأ في انواع السجلات المستخدمة بدي اسأل سؤال صح وغلط. أقول تشمل المعلومات الخاصة بسجلات الأقسام على رقم المريض واسمه، غلط. إيش بتشمل؟ بتشمل المعلومات حسب عن الخدمة المقدمة للمريض وليس عن اسم المريض، لأنه هذا اسم المريض وعنوانه ورقمه تاريخ الدخول، هذه كلها معلومات إدارية واجتماعية عن المريض. أنواع السجلات المستخدمة، سجل المختبر Laboratory Report. ايش بيشمل سجل المختبر؟ معلومات عامة ومعلومات خاصة. المعلومات الخاصة تتعلق بايش؟ بالفحص المطلوب. يبقى المعلومات الخاصة في سجل المختبر تتعلق بالفحص المطلوب. طيب ايش انواع السجلات الموجودة في المختبر؟ بنلاقي سجل لفحص الدم CBC، في سجل فحص الكيمياء الحيوية كيمستري، فحصات الكيمستري الكيمياء، سجل فحص البول يورين اناليسز، سجل فحص البراز اللي هو فحص الغاطس تول اناليسز، سجل المناعة فحص المناعة اميونيتي، فحوص الجرثومية الاحياء، فحوص الاحياء وفحوص الجرثومية مايكروبيولوجي، فحوص الخلية سيل، سجل بنك الدم. فحوص بنك الدم ايش بيشمل؟ البلد جروب، الفصيلة، الريصص الار اتش، فحوص اخرى، فحوص متنوعة اخرى، الهرمونات على سبيل المثال، فحص الهرمونات، سجلات تتعلق بتخثر الدم البي تي والبي تي تي والبليدنج تايم والكلوتينج تايم. نيجي لسجل الاشعة راديولوجي ريكورد، بيشمل على معلومات عامة زي ما حكينا، وبيعمل على معلومات خاصة تتعلق بايش؟ بنوع الفحص الإشعاعي
وهذه الافلام المستعمله لكل فحص. نيجي مثلا نوع الفحص الاشعاعي، ايش بيشمل؟ ايش اسم المريض، رقمه، الاشعه، اشعه ديما الصدر، الفيلم، كم فيلم، طيب عادي ولا الكتروني، على ال سي دي ولا على فيلم، تاريخ الفحص. هذه ايش معلومات بالنوع الفحص الاشعاعي. ثلاثة، سجل فحص القلب المختلف كارديك دايغنوزيس، ايش بيشمل؟ سجل فحص فحوص القلب، اي سي جي، ايكو، كارديوغرافي، قسطرة. يبقى سجل على تلقي فحوصات فحوص القلب والقسطرة، في تشخيصية وفي تشخيصية وعلاجية وفي علاجية. سجل العمليات الجراحية، وقبل هيك أخذنا النماذج وقلنا إيش بيشمل السجل، اسم العملية، اسم المريض طبعا ورقمه والقسم، اسم العملية الجراحية، اسم الجراح أو الجراحين اللي أجروا العملية، اسم طبيب التخدير، وقت دخول مدى العمل، قلت العمليات، وقت ايش بدوا معاه، وقت ايش خدروه، وقت ايش خرج من العمليات، وقت ايش خرج من غرفة الإفاقة، وقت العملية بالدقائق من دخول المريض إلى غرفة العمليات وحتى خروجه منها، أي مضاعفات حدثت مع المريض. طب العملية الجراحية ايش نوعها، بالمنظار ولا فتح عادي، عملية تقليدية عادية، تخدير نوع التخدير كامل ولا موضعي ولا نصفي. نيجي سجل الولادة دليفري ريكورد، ايش بيشمل في الكشك الولادة، في سجل ايش بيشمل، ايش الست اسمها، ايش نوع الولادة، طبيعية، قيصرية، بالفنتوز اللي هو شفط يعني، ايش نوع الولادة، جنس المولود، وزنه عند الولادة، لما ولد الطفل، لما بيولد الطفل وبينزل من الرحم بيعملوا اسعافات وبخلوا راسه لتحت وبيحطوا على ظهره عبين ما يصيح، بنظفوه بشكل عام وزنه، وبيسجل في السجل جنس المولود ذكر ولا انثى، وزنه قديش وزنه. طب وليش الوزن الطبيعي للطفل المولود الجديد من 2.5 لـ 3.5 كيلو جرام، اسم الطبيب اللي ولد الحالة أو عمل عملية قيصرية، اسم القابلة اللي ولدت الحالة. ست، سجل المعادلة الطبيعية، فيزيوثيرابي، فيزيكال ثيرابي أو فيزيوثيرابي، إيش بيشتمل، إيش بيشمع المعلومات، صفحة 59 67، سجل المعادلة الطبيعية يشمل على مختصر عن الشكوى، ايش بيعاني، الام في الظهر، الام في اليد، خذلان في اليد، الام في الرقبة، ضعف في حركة الرجل، الركبة، تيبس في الركبة، نوع العلاج الطبيعي، شمع، بخار، تدليك، الحركة، ايش نوع العلاج الطبيعي، اسم المعالج الطبيعي الفيزيو ثرابيست. 7 صفحات 60، سجل المعالجة النفسية التنفسية الصفات الثرابي، ايش المعلومات تسجل فيه، سجل المعالجة التنفسية، ايش اسم الاجراء او نوع العلاج المعالج او نوع المعالجة، صلحوها عندكم، اسم الاجراء طلع على السطور الاخيرة من صفحة 61، اسم الاجراء او نوع المعالجة، مش المعالج، ايش نوع المعالجة، اسم الاجراء، ايش الاجراء، تبخير، فنتولين، تبخير مكمست، اكسجين، اكسجين بالفنتليتور، تنس نفس الصناعي، هذا المعالجة، المعالجة واسم الفن المسؤول عن المعالجة، في يعني من ضمن اللي هو الاشياء والاجراءات انك كيف تعمل، كيف تخلي سنة يطول البلغم، هذا يعني اجراء بيحط المريض على جنبه وراسه لأسفل وبخبط على ضوء وخذ نفس عميق، وبعيش بحاول يكح وبخطوا له على ظهره على المنطقة اللي هو السكابيولا اللي ورا اللوحة بنقول عنها، وبينزل في البلغة. وصلنا لحد 62، في مثال على سجلات العقد الخارجية وسجل الطوارئ، ايش بسم الله سجل العقد الخارجية على سبيل المثال،
اسم المريض، تاريخ الزيارة، ايه بيعاني من ايش، تشخيصه، تاريخ الزيارة القادمة الى اخره، سجل الطوارئ، اكتشف الحالة، وصل المريض للطوارئ، كيف كان، كيف منقول، كيف ستسعاف سيارة عادية مع مرافقين، ايش ماذا يعاني، واعي ولا مش واعي. وصلنا لعند انواع التقارير. المحاضرة القادمة ان شاء الله هنتكلم عن انواع التقارير في صفحة 63. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.